لمناقشة إجراءات موسكو وأنقرة والنظام السوري في شمال شرق سوريا، تجتمع دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في 14 من شهر نوفمبر الجاري في واشنطن، حسب ما أكدته وزارة الخارجية الأمريكية. ممثل عن الخارجية الأمريكية رفيع المستوى قال خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الاجتماع سيضم أكثر من 35 دولة ومنظمة، والتي تعتبر رئيسية من حيث المشاركة بعمليات التحالف في سوريا والعراق أو دعمها بطرق أخرى. وأكد المسؤول الأمريكي إن القمة ستناقش العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وتدخل روسيا والنظام السوري في هذا المجال، وموقف قوة سوريا الديمقراطية من الحرب ضد داعش، بالإضافة لمناقشة مستقبل المنطقة والتواجد الأمريكي فيها. وبحسب المسؤول فإنه سيعقد اجتماع آخر لما يسمى بالمجموعة المصغرة حول سوريا، والتي تضم بريطانيا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا، لتدارس الوضع في سوريا بالنسبة للعملية السياسية والتطورات العسكرية والأمنية. كما أكد المسؤول بالخارجية الأمريكية أن النقاشات ستشمل أيضا انطلاقة عمل اللجنة الدستورية في جنيف نهاية أكتوبر الماضي، والوضع شمال شرق سوريا بشكل عام ومدى ارتباطه بأهداف تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا.